أنها كانت حاملة وأصيبت بحمى شديدة، فذهبت إلى أحد الأطباء وقال إنني سأعطيك علاج لكنه سيتسبب في إسقاط الجنين، وإذا لم تأخذي هذا العلاج فإنك ستهلكين. وحينئذ استعملت العلاج وكما قال الطبيب سقط الجنين، فهل علي من إثم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إنه لا يجوز للمرأة إسقاط حملها وهو ما يسمى بالإجهاض، ويتأكد تحريم إذا نفخت فيه الروح وتحرك بعد الأربعة الأشهر، فإن إجهاضه حينئذ يكون قتلا لنفس محرمة لا يجوز قتلها. وما قبل ذلك أيضا إنه لا يجوز إسقاط الحمل إلا لعذر شرعي، إذا كان هناك مرض شديد واحتاجت إلى إسقاطه بتقرير الأطباء وكان قبل نفخ الروح فيه فلا بأس بذلك، أما بعد نفخ الروح فيه وحياته هذا كما ذكرنا قتل نفس لا يجوز إلا في حالة ضرورية جدا يعني يخشى عليها من الهلاك. فإذا كانت السائلة صادقة لأن الأطباء لا يكفي طبيب واحد، لا بد من قرار أطباء أو هيئة طبية تجمع وتتفق على أن بقاء هذا الجنين بهذه المرأة يفضي إلى موتها ويتسبب في موتها، فهذا ضرر محقق أو يغلب على الظن حصوله، ففي هذه الحالة يجوز لها إسقاط الجنين لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. في هذه الحالة الضرورية يجوز، لكن لا بد أن تقرر هيئة طبية أو لجنة طبية متخصصة لأن بقاء هذا الجنين يتسبب في موت هذه المرأة، حينئذ يجوز إسقاطه. أما إذا كان إسقاطه من باب التخلص منه أو كان إسقاطه لأمر مظنون أو بتقرير طبيب واحد فقط فهذا لا يجوز بتاتا بعد نفخ الروح فيه. جزاكم الله خيرا. إذا ماذا عليها وقد فعلت شخص صالح لو تكرم؟ إذا كان على ما ذكرنا من أنه حالة ضرورة أو تقرير لجنة أو هيئة طبية موثوقة فلا حرج عليها في ذلك. أما إذا كان بدون تقرير لجنة طبية موثوقة وكان قد نفخت فيه الروح ليس عليها إلا التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليها أيضا الدية، دية الجنين إذا طالب بها ورثة الجنين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.